إذن هذا الملف نتابعه مع ضيفنا في الاستوديو وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردنية السابق أستاذ صخر دودين. مساء الخير، مرحبا بك أستاذ صخر. أهلا وسهلا. حياك الله. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتحدث عن اجتياح قريب وقال ما نصه إننا سنصل إلى غزة ونطارد جميع مقاتلي حماس. إن حصل هذا الاجتياح، ما هي مآلاته وتداعياته أستاذ صخر؟ سيدي، أولا بعد ما حدث في 7 أكتوبر من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة جدا فقدت عقلها وصوابها تماما، وتتصرف بطريقة عصابات وليس بطريقة دولة. وواضح أن رد الفعل العالمي في أول 3 أيام على الأقل، وعلى الأخص يعني الوضع الأمريكي تحديدا والاتحاد الأوروبي المؤيد بشكل سافر وبشكل فاضح وبشكل غير منطقي أصلا، ولردة الفعل التي يريد أن يقوم بها، كل هذا الكلام يؤدي إلى أن تقوم بأشياء همجية إجرامية. نحن ما نراه اليوم هو عبارة عن فقط قصف للمدنيين. أين أرني واحدا من مقاتلي حماس أو من أي من المقاتلين في القطاع كله قد وجدناه في هذه المعركة؟ هم يحاربون الآن الأبرياء، هم يقومون بعملية إبادة جماعية، هم يقومون بعقاب جماعي لشعب جالس على أرضه محتل ومحاصر منذ أكثر من 20 عام. أنا أعتقد بأن هذه العملية بغض النظر عن مآلاتها، بغض النظر عما سيفضي له الأمر في النهاية، لن يعود الشرق الأوسط كما كان. لن يعود الشرق الأوسط كما كان. كان هناك محاولات للقفز فوق القضية الفلسطينية، كان هناك محاولات لجعل الفلسطينيين يبدو وكأنهم منبوذين في منطقتهم، ومحاولة التطبيع مع العديد من الدول في الجوار. هذه العملية التي حدثت اليوم قلبت كل هذا الأمر رأسا على عقب. وأنا أعود هنا إلى تحذيرات جلالة الملك المعظم عندما كان في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في منتدى الشرق الأوسط، عندما قال لا يمكن القفز فوق القضية الفلسطينية والذهاب إلى الآخرين قبل أن تجلسوا مع الفلسطينيون مع الفلسطينيين وتعطوهم حقوقهم، وليس فقط احتياج، حقوقهم بإقامة دولتهم وحقوقهم بتقرير مصيرهم. وقال أن الفيل الأبيض في الغرفة هو الجيل الجديد من الفلسطينيين، هذا الجيل الذي لا تعرفونه، هذا الجيل هو الذي قام بالعملية التي قامت يوم السبت الماضي في 7 أكتوبر، هذا الجيل الذي لا تعرف إسرائيل، يبدو أنها لا تعرف كما تعرف الآخرين، هذا الجيل الذي لم يعد في وعيه ولا في ضميره في الداخل أي نوع من الخوف تجاه الاحتلال. نعم أستاذ صخر، بعد الترحيب بك ثانية، إذا لم يكن لدى الجيش الإسرائيلي مسبقا أي معلومات تتعلق بطوفان الأقصى، فهو بحسب محللين بالتأكيد ليست لديه المعلومات حول قدرات المقاومة، مواقعها، وما إذا كانت ستقاتل فوق أو تحت الأرض. فهل برأيك ستجازف إسرائيل إذا مضت نحو الاجتياح البري، وكيف سيكون شكل الاجتياح؟ هل هو بالمحدود أو الشامل؟ أولا، الحكومة الإسرائيلية اليوم تسعى لمطمطة هذا الأمر. نتنياهو قد سقط تماما. نتنياهو سيكون مآله في السجن. نتنياهو لو حدثت المعركة اليوم، بعد انتهاء المعركة بساعات سيحاسب أمام الرأي العام الإسرائيلي، وهذا الرجل سيكون مصيره في السجن. نتنياهو يحاول أن يجر العالم كله من حوله وأن يمطمط في العملية وأن يماطل بها قدر الإمكان. أنا لست محللا عسكريا لأعرف أن المقاتلة ستكون تحت الأرض أو فوق الأرض أو ما كانت لتكون، ولكن ما أقوله بأن هذه الدولة التي كانت تتبجح أمام العالم كله وأمام العالم العربي تحديدا بأنها الأقدر على حماية نفسها، بأنها الأقدر على الخروج بتطبيقات ذكية للأمن، بأنها الأقدر على إعطاء كل مقومات الأمن للدول، لم تستطع حتى أن تكتشف أن هناك عملية بهذا الحجم ستقام ضدها. هذا ليس فقط إخفاق، هذا عبارة عن عملية إنهاء لكل الغطرسة التي كانت تتصرف بها، وأعتقد بأنه قد وجهت لها يعني طعنة نجلاء في صميم غطرستها وفي صميم ما كانت تقوم به. لا أعتقد بأنهم يعرفون ما سيواجهونه، أنا لا أعتقد ذلك. ربما قد يلجأوا كما يلجؤون الآن لكل الأساليب من الفسفور الأبيض ومن الأمور المحرمة، نحن لا ندري.
مثل هذه الحكومة المجنونة قد تستخدم حتى النووي التكتيكي، نحن لا ندري، قد تستخدم هذا الأمر في أرض المعركة وقد يحاولوا أن يعملوا أرض محروقة تماما. لكن ما قامت به المقاومة في يوم 17 وربما نجد أيضا مفاجآت من طراز آخر لا نعرفه. طيب، اتساع رقعة هذا الصراع أستاذ صخر، هل تتوقع أن رقعة الصراع ستتسع أكثر؟ يتحدث وزير الخارجية الإيراني في جولته الإقليمية عن أن الأمور إذا ما استمرت قد لا يتم السيطرة عليها، المنطقة كخزان بارود. هل تتوقع جبهات أخرى قد تنفتح بوجه إسرائيل، مناوشات مستمرة في منطقة الشمالية لإسرائيل وجنوبي لبنان؟ أنا أعتقد بأنه على عكس ما تدعي إسرائيل تماما، هي تحاول أن تجر المنطقة كلها إلى أتون هذه المعركة، هي تحاول أن تستفز حزب الله في شمال فلسطين وفي جنوب لبنان، هي تحاول أن تستفز إيران في سوريا من خلال قصفها لمطار حلب يوم أمس، هي تحاول أن تستفز أي دولة تعتقد بأنها معادية لها بشكل حقيقي في المنطقة. وما مجيء الأسطولين الأمريكيين آيزنهاور وجيرالد فورد إلى المنطقة إلا للتعامل مع هذه الأمور كاملة، هم يحاولوا أن يوسعوا نطاق المعركة على عكس تماما ما يدعون. ونحن هذا ليس بغريب، هذا موضوع الكذب والرياء والنفاق أصبح الآن واضح جميعا أمامنا، ولا يجب أن ننخدع بأي من هذا الكلام الذي يقولونه. هم يقولون بأن رؤوس الأطفال قد قطعت، وبعد يومين بشكل خجول اعتذروا عن هذا الأمر وقالوا أنه لم يكن كذلك. هم يقولوا أنهم لا يريدون توسيع المعركة أو الحرب، هم على العكس من ذلك تماما، هم يريدوا أن يضربوا أي بؤرة من البؤر التي قد تهدد إسرائيل. إسرائيل ولدت من رحم الغرب لتكون إسفين يدق في قلب هذا العالم العربي في هذه المنطقة، لفصل آسيا العربية عن إفريقيا العربية، ولإدامة النزاعات بين الإثنيات الموجودة في منطقتنا، مع أننا شعوب عشنا هنا لآلاف السنين مع بعضنا البعض. هم يحاولوا أن يقوموا بكل هذا الأمر بعد أن نشأت إسرائيل، وبعد أن كانت طفلا مدللا رضيعا لهم، وبعد أن أصبحت شابا فتيا في 67، أصبحت الآن إسرائيل من الكهولة ومن الشيخوخة بمكان أنها لم تستطع بعد الآن أن تقوم بالواجبات الموكولة إليها من زعمائها في الغرب. لذلك الغرب بنفسه بقضه وقضيده جاء هو الآن نحن لا نرى أي وزير إسرائيلي يتحدث. من يتحدث؟ بلينكن وزير الخارجية الأمريكي ووزير الدفاع الأمريكي، وكأن الحرب بين كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وجميع الاتحاد الأوروبي مع فصيل من فصائل المقاومة وهو حماس. هذا أمر مخزي أمام العالم كله. طب أعود إلى نقطة مررت عليها ربما يعني في بداية حديثك، كيف ترى المعايير الإنسانية والقانونية المزدوجة كما يصفها مراقبون؟ يعني لماذا بمعنى آخر ما هو محرم في أوكرانيا محلل في غزة؟ هذه المعايير المزدوجة سيدتي لم تعد تخفى علينا جميعا. هذا الغرب كله الذي يتبجح بالمعايير الإنسانية وبالأخلاقيات وبالحريات، أين هي الحريات؟ عندما يصرح وزير العدل الفرنسي بأن من يغرد لصالح الفلسطينيين سيحبس من 5 إلى 7 سنوات، عندما يصرح وزير الداخلية الإنجليزي بأن من يرفع العلم الفلسطيني يعتبر بأنه يقوم بعمل معادي، بينما يحرق القرآن في دولهم ويقول بأن هذا حرية تعبير، هذا عبارة عن رياء ونفاق، وهذا عبارة عن وصول إلى الدرك الأسفل من الانحطاط. طيب أستاذ صخر، يعني يقول مستشار الأمن القومي الإسرائيلي أن إسرائيل تسعى لأن لا تكون هناك سلطة لحماس في غزة، هو بذلك يبرر طبعا الاجتياح الذي تعتزم إسرائيل القيام به داخل غزة. مررت على مفردة دق الأسفين قبل قليل، هل تعتقد أن في مساعي إسرائيل ربما محاولة أحداث الصراعات الداخلية في فلسطين أن تولي حزبا ما أو طرفا ما على حساب الآخر؟ من الواضح أن إسرائيل لطالما سعت إلى إخراج أي مقاومة في على الأرض الفلسطينية، سواء من حماس أو من غير حماس. إسرائيل حاولت أكثر من مرة، كم حرب للآن شنت إسرائيل على غزة لوحدها؟ أنتم كمراقبين وكمحللين أيضا تعرفون هذا الكلام، وفي كل مرة الرصاص المصهور والقبة الفولاذية ولا أدري ماذا الأسماء التي يخترعونها دائما، وكل مرة كانوا يقولون بأنهم قد دمروا البنية
التحتية لحماس أو لغيرها من المقاومين، قد أسكتوا الجهاد الإسلامي، قد أسكتوا سرايا القدس، قد أسكتوا الجناح العسكري. لماذا؟ هذا الشعب شعب حي وشعب مقاتل، وهذا الشعب يعيش على أرضه، وأي إنسان يتمسك بالحق الذي هو له لا يمكن أن تستطيع أن تقهره ما دام هذا الشعب موجود. هؤلاء ليسوا قطعان غريبين عن وطنهم، هؤلاء ينتموا إلى أمة كبيرة وعزيزة، هذه الأمة من حولهم بالملايين. هم حتى لو دمروا كل الشعب الفلسطيني، هل ستسكت الشعوب العربية على هذا الأمر؟ أنت رأيت المظاهرات في كل العواصم العربية، من المغرب إلى الجزائر إلى تونس إلى مصر إلى الأردن إلى العراق. في العراق لوحدها مليونية كانت المظاهرات الموجودة هناك. هل تعتقد بأن هذه الأمة ستترك هؤلاء لوحدهم؟ صحيح أنه ربما الآن نحن نمر في ظرف صعب جدا على المستوى السياسي، خصوصا بعد ما كان يسمى بالربيع العربي، وبعد التفكك والانهيار الذي حدث للمنظومة العربية، ولكن الشعوب العربية تبقى حية وتبقى متقدة في وجدانها تجاه القضية الفلسطينية. انظر إلى ما حدث في كأس العالم، بعد كل ما كانت تعتقد إسرائيل من أنها قد قامت به من اختراقات على مستوى الخليج العربي تحديدا، كان إخواننا في الخليج العربي يرفضوا حتى أن يتحدثوا مع مراسلي المحطات الإسرائيلية ويقولوا لهم نحن لا نتحدث معكم. ماذا يدل هذا الكلام؟ هذا الكلام يدل على أن هذه الشعوب ترفض كل هذا الأمر، وحكام هذه الشعوب ينظرون أيضا إلى هذه الشعوب. وهذه المظاهرات التي خرجت كلها الآن هي التي دعت كل حكام المنطقة لكي يقفوا في وجه بلينكن ويقولوا له نحن لا نستطيع أن نوافق على أن تقوموا بالتهجير، نحن لا نستطيع أن نوافق على أن تقوموا بقصف المدنيين في غزة، نحن لا نوافق حتى على إدانة ما قامت به حماس. هذا الأمر الشعوب لها الكلمة الأخيرة في النهاية. هذا على المستوى الشعبي. فيما يتعلق بالمستوى السياسي، ما الذي باعتقادك من الممكن أن يتمخض عن زيارة العاهل الأردني وجولته في أوروبا التي يركز فيها على ما يحدث في غزة؟ جلالة الملك المعظم في كل المنتديات العالمية لا يقل خطابه من 50% من خطابه عن القضية الفلسطينية وعن درة القضية الفلسطينية عن القدس الشريف. جلالة الملك اليوم يسعى لكي يجد منفذا إنسانيا على الأقل لإيصال المساعدات للناس الموجودين هناك الذين يحتجزوا كرهائن في سجن، أكبر سجن مفتوح في العالم. هذا الأمر الذي يحاول الآن جلالته له مكانة كبيرة في العالم، ويعرف بأنه رجل سلام، ويعرف بأنه رجل متزن. وعندما يتكلم نحن لنا مستشفى عسكري في غزة منذ 10 سنوات، وبأوامر من جلالة الملك هذا المستشفى للآن قائم، ولم يقبل أي من أعضاء هذا المستشفى ولا الأردن بأن يترك أي منهم هذا المستشفى. وأيضا أحيي كل إخواننا الأطباء والجسم الطبي كله في قطاع غزة الذين رفضوا كل الدعوات الموجهة لهم بالانسحاب من مستشفياتهم وبتركها. أعتقد بأن جولة جلالة الملك ستعيد بعض العقل للذي فقد من عقولهم عند الأوروبيين وعند الغرب، وأرجو أن يوفق في ذلك. نعم، إذن وزير الدولة الأردني السابق لشؤون الإعلام أستاذ صخر دودين، كنت ضيفنا في استديوهات التغيير، شكرا لك. شكرا لكم.